في الاخر اليوم وتوا بحذينا. رجاء طويل هي المديره العامه للغرفه، غرفه الصناعه والتجاره التونسيه الفرنسيه، معها هي مش تحدثوا على الاستثمارات الفرنسيه في تونس وعلى افاقها وما تم تداوله في المنتدى هذايا الغرفة، بما أنها ترافق المستثمرين أكيد هي سجلت بعض الانطباعات وعندها ما تقول في الموضوع هذا. رجاء صباح النور. صباح الخير نبيلة، صباح الخير المستمعين، ونشكر على الاستضافة على الإذاعة الوطنية. العفو، هذه إذاعتكم إذاعة نس كل اليوم. وقت اللي نحكيه استثمار أجنبي وتحديدا استثمار فرنسي في تونس، عندنا أرقام شنو نجم نقولوا عليه، أبرز ما يوصلكم المستثمرين الفرنسيين في تونس من ملاحظات من اقتراحات وأيضا من أفاق للاستثمار. احنا كي نحكي استثمار خارجي في تونس، احنا نعرفوا اللي فرنسا هي اول شريك اقتصادي لتونس، هو شريك مهم، واحنا عندنا شراكه مع الاتحاد الاوروبي بصفه عامه. احنا 80% من الشركات الاجنبيه المنتصبه في تونس هي من الاتحاد الاوروبي، واولها هي فرنسا. احنا فرنسا تمثل 1600 شركة أجنبية في تونس، فرنسية في تونس، تمثل 160 ألف موطن شغل. يعني هي أول كليون دو لا تونيزي، أول حليف. عندنا 26% من الصادرات تمشي لفرنسا، وعندنا احنا لا بالونس كوميرسيال اللي اكسيدونتير، يعني احنا مستنفعين من البالونس كوميرسيال مع فرنسا. دونك هي اول شريك اقتصادي وهي اول بايور دو فون، يعني هي تعاون برشا. ثم الاي اف دي لاجونس فرونسيز دو ديفلوبمون اللي هي تعاون برشا، عندها برشا دي فون، المي دي فون للسيكتور بريفي وللسيكتور بوبليك، عندها تمويلات، عندها تمويلات للقطاع الخاص والقطاع العام، وهي يعني تري اكتيف في تونس، ناشطه برشا في تونس. دونك هذيا الارقام بصفه عامه على الشركات الفرنسيه في تونس. توا اللي احنا نلاحظوا ان الشركات المنتصبه الفرنسيه في تونس هي شركات اللي قاعده تقوم بصفه عامه بعمليات توسعه، تقوم برشا عمليات توسعه. يعني اللي موجوده في تونس هي في سيتواسيون دو كونفيونس، ثقه بالبلاد التونسيه وفهمت البلاد التونسيه والتعامل معها، وهي شركات يعني ساتيسفيت بالغوسورس هيومان تونيزيان. يعني احنا اللي يقولون بالامكانيات البشريه نتاعنا، طاقتنا البشريه ياسر مشكوره من الشركات الفرنسيه. تعرفوا اللي احنا 4000 شركه اجنبيه في تونس، مكثرها مسيره من طاقات بشريه تونسيه. يعني احنا قليل وين نلقاو ديزيكسبيرت على الشركات، نجم تكون يعني ما عددها ضئيل بارابور للطاقات التونسيه. يعني هذايا اول فاكتور نقولوا اللي يشجع المستثمرين الاجنبيين والفرنسيين بصفه خاصه في تونس. حاجه اخرى احنا عندنا توا اللي مشجعنا مع فرنسا هو التموقع نتاعنا الاستراتيجي. توا شركات توا فرنسا بصفه عامه ولات تمشي في استراتيجيات قرب، يعني تلوج في وين تنجم تصنع في قريب، يا اما في اوروبا يا اما في مناطق قريبه لاوروبا. واحنا نمثلوا البلد اللي عندنا يعني قرب من فرنسا، عندنا اناكسيو مارشي، عندنا ليبر ايشانج، يعني حريه التبادل ما بين البلدين. وعندنا زاد حاجه اخرى اللي هي قاعده يعني لانتيغيس الشركات الفرنسيه، هي علاقه تونس بالقاره الافريقيه. توا يعني تونس عندها ليبر ايشانج مع الكوميزا، تونس مصحه بور لا زون زليكاف، وتعرفوا لي زليكاف سي لا سسرا لا بلو غروند زون دو ليبر ايشانج دون لو موند، يعني هي اكبر منطقه للتبادل التجاري الحر في العالم. سي سا دونك هذيا ياسر. ثم توا الشركات الفرنسيه تنظر لتونس كموقع استراتيجي اني تنتسب في تونس واني تدخل للاسواق الافريقيه، وهذا احنا اللي قاعدين نخدموا عليه برشا حتى في غرفه الصناعه والتجاره. انا نحب نذكر اللي احنا رانا غرفه نمثلوا من اكبر الغرف من عدد الشركات. احنا عندنا اكثر من 2000 مستثمر مومبر دو لا شامبر، عضو في غرفه الصناعه والتجاره،
واحنا نخدموا برشا يعني الشركات هذه هي شركه تونسيه تتعامل مع فرنسا، عندها علاقات متميزه مع فرنسا، شركه فرنسيه، يعني هذه سي اون كوميونيتي فريمون احنا ياسر فيها ديناميكيه بقرب بيان سور، يعني في لا بروكسيميتي افيك مع فرنسا، سامحني على الفرنسي اللي انا قربنا الفرنسي قربنا الفرنسي. احنا شنو نعملوا في الغرفه، شنو نمثلوا للكوميونيتي هذه؟ احنا نحسنوا لها في قدراتها، نحاولوا نحسنوا لها في قدراتها، نعملوا برشا يعني تكوينات تدريبيه على كل ما هي اكزيجونس من فرنسا ومن الاتحاد الاوروبي كما لا ديكربوناسيون. شنو طالبين من تونس الاوروبي؟ شنو طالبين مثلا؟ فما باغ اكزومبل ديكربوناسيون توا باش تكون فما عراقيل، لازم يكون لازمنا احنا في تونس نطوروا الطاقات المتجدده ونسهلوا في عمليات ان الشركات تكون تستهلك الطاقه المتجدده باش تكون هي الريبون اوز اكزيجونس اوروبيان. هذايا مهم برشا مع متطلبات اكزاكتومون، وحنا هذايا نخدموا عليه برشا، نعملوا نبيله والاقتصاد الاخضر والطاقات المتجدده. نعم. وكل ما هو بيئي اليوم العالم يحكي عليه. اي، ونعاونوا الشركات الفرنسيه اللي تحب تنتصب في تونس، ونعاونوا الشركات التونسيه اللي هي تنظر للاسواق الفرنسيه بحكم اللي احنا يعني موجودين في ريزو انترناسيونال الغرف الصناعه والتجاريه الفرنسيه في العالم اللي هي تمثل 118 غرفه في العالم. بالله قداش من مؤسسه تونسيه منتصبه في فرنسا؟ احنا اول في نجاح، احنا اليوم اول مستثمر افريقي في فرنسا. احنا توا ثم 23 شركه تونسيه منتصبه، وعندنا برشا خاصه الشركات الناشئه الستارت اب قاعده ياسر تخرج لفرنسا، وقاعده يعني تاخذ في اون بار مهمه في الاسواق الفرنسيه والاوروبيه. شكرا لك سيده رجاء الشيخ، شكرا العامه لغرفة الصناعة والتجارة التونسية الفرنسية. نعم، شكرا نبيلة وشكرا لضيفتك.